السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هننفذ حردة من الحردات اللي هي حردة السبعة، بس هننفذها بطريقة جديدة ان احنا نقدر نستغنى عن ان احنا نعمل بليسي. يعني احنا دايما بنعمل الحردات سواء حردة السبعة او الحردة الدائرية، وبعد كده بنلقط عدد غرز معينة ونعمل بليسيه. لكن الحردة النهاردة اللي احنا هننفذها مع بعض في الفيديو دي هتخلينا نستغنى عن البليسي، يعني نقدر نعملها ويبقى كده الحرد عندي خلصت، وكمان البليسي كمان خلص، يعني الاتنين في نفس الوقت هيكونوا خلصوا سواء الحردة او البليسي. وطبعا زي ما شايفين ده بيكون الشكل النهائي ليه. انا هنا عاملة نموذج مصغر للحردة، طبعا ده الشكل النهائي للحردة. علشان تطلع بالشكل دوت هنشوف الطريقة. طبعا ده الجزء المايل ناحية الشمال، وعلشان يطلع ناحية الشمال بالشكل ده هنشوف ازاي، وده الجزء المايل ناحية اليمين هنشوف برضو طريقته هتكون ازاي. هننفذ مع بعض الحردة خطوة بخطوة، وان شاء الله الكل يستفيد ونبدأ في التنفيذ. بسم الله. هنبدأ في السطر الاول لعمل الحردة. علشان ابدأ اعمل حردة بشوف عدد الغرز اللي عندي واقسمهم على اتنين. طبعا انا بوصل وببدأ اعمل الحردة، في ممكن تبدأوا الحردة من اول حردة الباط او بعد ما تخلصوا حردة الباط، يا دي على حسب ما انتوا عايزين الطول. هنبدأ وهنشتغل السطر الأول. هنبدأ نشتغل في النص الغرز الأولانية، طبعا بطريقة الغرزة اللي احنا بنشتغل بيها الشغل بتاعنا. هنشوف وهنشتغل لغاية ما نقف عند آخر 5 غرز في النص الأولاني. دايما هنشتغل النص الأول لغاية ما نقف عند 5 غرز ونسيبهم على الإبرة الشمال، وهنشوف هنعمل فيهم ايه. يبقى احنا بننفذ مع بعض السطر الاول كده. احنا اشتغلنا عدد الغرز النص الاول لغاية ما تبقى عندي 5 غرز بس على الابرة الشمال. يبقى انا دلوقتي اصبح عندي 5 غرز. هاجي عند اول غرزتين منهم ادخل ابرة واخدهم 2 عدل معا. بعد كده 3 غرز هشتغلهم عدل في الامام مقلوب في الخلف. يبقى انا كده خلصت النص الاول، اشتغلت النص الاول لغاية ما وقفت عند اخر 5 غرز. اخر 5 غرز دول هشتغل اول غرزتين منهم 2 عدل معا، وبعد كده 3 غرز هيبقوا عندي عدل في الامام مقلوب في الخلف. التنقيص هيبقى في الامام بس، اما الخلف هشتغل الغرز عادي. يبقى ده كان السطر الاول نقصنا فيه غرزة. وجينا اشتغلنا بعد كده 3 غرز اللي في الاخر عدل في الامام، هاجي اشتغلهم مقلوب في الخلف. هننفذ مع بعض السطر التاني. هيكون عندي طبعا الغرزة المقلوبة بالنسبة لل3 غرز، وبعد ما اخلص طبعا هننقل على الجزء التاني للحردة. هنشوف مع بعض السطر الخلفي. دايما احنا في السطر الخلفي اول غرزة بننقلها على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها، الغرزتين هيكونوا عندي بالغرزة المقلوبة. يبقى دول 3 غرز اللي هما خاصين بعمل البليسي. بعد كده هكمل بقية الغرز على حسب ما انا شغالة، سواء انا بشتغل بالغرزة العدل او بشتغل بالغرزة المقلوب او بنفذ اي غرزة. احنا هنمشي بالعمل اللي احنا بنعمله على حسب الغرزة اللي احنا بادئين بيها الشغل. الاختلاف كله بيبقى في ال5 غرز اللي هم في اخر النص الاول. يبقى احنا كده السطور الخلفية مفيش فيها اي تنقيص الغرز، احنا بننقص دايما في السطور الامامية. وبكده ينتهي عندي السطر التاني لعمل الحردة. هننفذ السطر التالت لعمل الحردة. احنا ماسكين النص الاول بس، النص التاني سايبينه مش بنشتغل فيه. برضو هنكرر شغل السطر الاول. هنبدأ نشتغل العدد الغرز لغاية ما نقف عند اخر 5 غرز
ويكونوا عندي موجودين على الإبرة الشمال. الخمس غرز دول أنا بشتغل اتنين عدل معا، والتلات غرز بشتغلهم في الأمام عدل مقلوب في الخلف. أنا كده وصلت لآخر خمس غرز في الجزء الأول. هبدأ أنقص عن طريق إن أنا هدخل الإبرة في الغرزتين واخدهم اتنين عدل معا، وبعد كده هشتغل التلات غرز عدل في الأمام. يبقى احنا كده السطر الثالث بيتكرر عندي شغل السطر الأول. ده شغل السطور الأمامية في عمل الحردة. دايما بننقص بنفس النظام اللي احنا شفناه، بننقص غرزة في السطور الأمامية. السطر الخلفي هنبدأ برضو بأول غرزة ننقلها على الإبرة اليمين، بعد كده نشتغل الغرزتين بالغرزة المقلوب. يبقى احنا كده خلصنا الثلاث غرز اللي هم خاصين لغرز البليسيه. هنكمل بعد كده بقية الغرز عندي على حسب ما أنا ماشية بالشغل. يبقى احنا ناخد بالنا ان احنا في السطور الخلفية ما بنقص، كمان ان الثلاث غرز اللي في اول السطر في السطور الخلفية دايما بنشتغلهم مقلوب. اول غرزة بننقلها من غير ما نشتغلها، الاثنين بنشتغلهم بالغرزة المقلوب. ده دايما شغل السطور الخلفية بيكون بنفس النظام. للمرة الثالثة هكرر معاكم تاني شغل السطور الامامية. هنشتغل وهنبدأ من اول غرزة، نشتغل على حسب ما احنا ماشيين بالغرز لغاية ما نقف عند آخر خمس غرز في الجزء الأول للحردة. الخمس غرز دول هنيجي نشتغل اتنين عدل مع تلات غرز عدل. احنا كده وصلنا لآخر خمس غرز، هاخد اتنين عدل مع، يبقى احنا كده نقصنا غرزة. هشتغل بعد كده تلات غرز عدل. يبقى هي دي حردة السبعة. هنحرد وهنعمل بليسيه في نفس الوقت. هنكمل بنفس النظام لغاية ما نوصل بالطول اللي احنا عايزينه، ونوصل كمان بعدد الغرز اللي احنا عايزين نقفل بيها للكتف. هننقص دايما غرزة في كل سطر أمامي بالطريقة اللي احنا شفناها، ان احنا هنشتغل من أول غرزة ونقف عند آخر خمس غرز. هناخد أول غرزتين اتنين عدل معا، وبعد كده نشتغل تلات غرز عدل في الأمام. التلات غرز عدل دول بشتغلهم مقلوب في الخلف، بكمل شغلي عادي على حسب ما أنا بادئة. التنقيص دايما بيبقى في السطر الأول. هنقص لغاية ما أوصل لعدد غرز الكتف اللي أنا عايزاها. وده الشكل النهائي للحردة. زي ما انتم شايفين الشغل البليسيه واضح، اكني بالضبط يعني لقطت عدد من الغرز وعملت بليسيه. طبعا احنا عملناه كله في نفس الخطوة، ان احنا حردنا وعملنا بليسيه وشوفنا الطريقة. بنكمل بنفس النظام لغاية ما اوصل لعدد الغرز الكتف اللي انا عايزاه، وفي الاخر بقفل عدد الغرز. يبقى احنا بننقص غرزة في كل سطر أمامي بس. زي ما احنا عملنا ونقصنا غرزة في كل سطر أمامي، هنيجي برضو في النص التاني هننقص برضو غرزة في كل سطر أمامي، ولكن هيختلف في الطريقة. هنيجي عند ونبدأ في أول غرزة دايما هنا في الأمام بننقلها من غير ما نشتغلها، بس اول سطر احنا لازم نشتغله عشان احنا مدخلين الخيط جديد. هنشتغل الغرزة التانية عدل، والتالتة برضو هتكون عندي عدل. هيبقى كده التلات غرز اللي هما خاصين بالبليسيه خلصوا. هبدأ بقى احرد. اول غرزة هنقلها، تاني غرزة هشتغلها عدل، وبعد كده هقفل الغرزة اللي نقلتها على الغرزة العدل. يبقى انا كده نقصت غرزة في السطور الامامية. هي دي طريقة التنقيص في الجزء التاني. هكمل بعد كده بقية الشغل بالغرزة اللي انا بادئة بيها. يبقى احنا دايما في الجزء التاني لعمل الحردة بتبقى دي الطريقة، ان انا بنقص، ان انا بسلد غرزة، والغرزة التانية بشتغلها غرزة عدل، وبقفل الغرزة اللي انا سلدتها على الغرزة العدل. برضو بنقص في السطور الامامية. السطور الخلفية ما بنقص حاجة. السطور الخلفية التلات غرز اللي في اخر السطر دول بشتغلهم مقلوب. هنبدأ ونشتغل السطر الخلفي للجزء التاني للحردة. هنبدأ من أول غرزة، هنشتغل طبعا على حسب ما احنا بادئين شغلنا.
انا زي ما شايفين انا بشتغل كله بالغرزة العدل لغاية ما نقف عند اخر 3 غرز بس، يبقى السطر الخلفي ما بنقص، نشتغل من اول غرزة لغاية ما نقف عند اخر 3 غرز. ال3 غرز دول هم دول من اللي هيكونوا فيهم اختلاف هشتغلهم في الخلف بالغرزة المقلوبة. يبقى انا كده وصلت لاخر 3 غرز دول ما هشتغلهم بالغرزة المقلوبة. دايما ال3 غرز دول في الخلف بشتغلهم بالغرز المقلوبة، ال3 غرز دول بتوع البليسيه طبعا بشتغلهم في الخلف مقلوب، في الامام بيبقى عدل. اول غرزة بنسلتها 2 عدل وبعد كده نبدأ ننقص، ده في السطور الامامية. يبقى كده ده السطر الخلفي مفيش فيه اي تنقيص للغرز. هنشتغل مع بعض تاني السطر الأمامي، هنسلت أول غرزة، بعد كده هشتغل الغرزة التانية عدل، والتالتة برضو هتكون عندي عدل. يبقى دولم ال3 غرز اللي هما بتوع البليسيه. هبدأ أنقص عن الغرزة التانية هشتغلها عدل، هقفل الغرزة اللي نقلتها على الغرزة العدل. يبقى أنا كده عملت غرزة الحادة اللي نقصت بيها غرزة في السطور الأمامية. هنكمل بقية السطر عادي بالغرزة اللي أنا بادئة بيها الشغل. يبقى هي دي طريقة السطور الأمامية للجزء الثاني لعمل حردة السبعة عشان أبدأ أنقص وتبدأ تاخد الخط المايل لحردة السبعة. هنبدأ وهنكمل بنفس النظام في السطور الأمامية. أفكركم تاني إن السطور الأمامية للجزء دوت أول غرزة بننقلها من غير ما نشتغلها، 2 بنشتغله بالغرزة العدل، بعد كده بسلت غرزة وبشتغل اللي بعديها غرزة عدل وبقفل الغرزة اللي سلتها على الغرزة العدل. بقية الغرز بشتغلها على حسب ما أنا بدأ الشغل، ده في السطور الأمامية. السطور الخلفية بيبقى كلها عندي بشتغلها عادي من غير ما أنقص لغاية ما أوصل للطول اللي أنا عايزاه. وزي ما انتم شايفين معايا احنا كده انتهينا وعملنا الجزء الثاني. عملنا ونقصنا غرزة في كل سطر امامي، السطور الخلفية ما فيهاش اي تنقيص لغاية ما وصل عندي عدد غرز الكتف بالضبط زي النص الاول. وزي ما انتم شايفين هي دي الشكل النهائي لعمل الحردة. حردنا واشتغلنا البليسيه في نفس الوقت. في نقطة بس صغيرة، ممكن ال3 غرز اللي هما خاصين بالبليسيه ممكن تعملوهم عدل في الأمام وعدل في الخلف، أو مقلوب في الأمام ومقلوب في الخلف، أو زي ما أنا عملت كده تنفذه. ده الشغل من الخلف بيكون شكلها. يبقى احنا كده خلصنا الحردة السبعة وكمان عملنا البليسيه في نفس الوقت. أرجو أن يكون الشرح واضح والفيديو ينال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.